السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غادي نشوفو كيفاش نخدمو البارلور نتاع سيستم فيجوال ستوديو 2010. نفتحو نوفيل بروجي نسميوها تكست تو سبيتش. اوكي اول حاجه غادي نديرو غنأجوتيو عندنا واحد تكست بوكس واحد البوطو. تكست بوكس هو فين نكتبو داك لومو ولا داك لا فراز، والبوطو اللي غنكليكي عليها السيستم غادي يقرا لنا داكشي اللي كاين في التكست. نمشيو لهاد ريفيرونس ونديرو اجوتي ان ريفيرونس بوان نت ونقلبو على سيستم بوان سبيتش. هيا اوكي هيا كيما شفتو هنايا اجوتات عندنا. بقي نمشيو للكود نتاع سبيتش. قبل غنديرو using system for a speech 1, using system for a speech for send thesis 1. نجيو لهنا نديرو هذا واحد الريسبونس تاع هذا لونجي هذا also a new speech synthesis for the game render the s point وغادي نعطيوه هنايا داك text box اللي اجوتينا غادي نأجوتي نيكزيكيتي نكتبو مثلا هلو هلو كما سمعتو هو تيقرا لنا داكشي اللي مكتوب هنايا هلو. هلو everybody هادي هي الطريقة باش كنخدمو البارلور نتاع السيستم في سي شارب فيجوال ستوديو 2010. كنتمنى تكونوا استفدتوا منها وشكرا.